مشكلة عند ناس كتير قوي إن الواحد يسامح، يغفر، ينسى، يصفى. هي فعلا مشكلة، بالذات لما تكون الإساءة دي مزمنة أو قديمة أو الجرح غويط قوي أو التعب مستمر والأذى مستمر، مش هتقدر تسامح، مش هينفع تغفر لوحدك، أنت عاوز قوة خارجية. الوحيد اللي يقدر يسامح مهما كانت الأخطاء ربنا. إذا أنت محتاج ربنا، صلي وقول له يا رب ساعدني أسامح، قويني عشان أنسى اللي حصل، وسع قلبي قوي عشان شوية الزلط يترمي في بحر فما حسش بيه. خليك كبير زي ربنا، كل الأخطاء تصغر قدامك. قرب قوي من ربنا هتكتشف أنه الناس كلها غلابة، وأن الشيطان اللي زقهم على الغلط هو اللي مؤذي، والناس دي كلها مضحوك عليها. ساعتها هتحب الناس مهما عملوا، هتشفق عليهم زي ما ربنا بيشفق عليا وعليك وعلى كل البشر. اطلب ربنا عشان تعرف تسامح.